التواصل اللي هي تصدم مدينه فشاون بقاعه محمد السادس هو تيجي في اطار سلسله من اللقاءات اللي تعقد غرفه الصناعه التقليديه لجهه طنجه تطوان الحسيمه والمديريه الاقليميه. هذه اللقاءات هي تجي في اطار التغطيه الاجتماعيه او الحمايه الاجتماعيه اللي هي تشرف عليها جلاله الملك نصر الله وكذلك السجل الوطني. اللقاء اليوم كان هام جدا لانه كانت فيه مجموعه ديال الصناع ما يقارب على 250 صانع وصانعه في قطاع الفني الانتاجي والخدماتي اللي حنايا وضحنا لهم حنا والمؤسسه ديال الضمان الاجتماعي اللي شرحت لهم المضامين ديال هذا المشروع القيم والاستفاده من هذا المشروع اللي غادي يقوم بالخير العميم على الصناع التقليديين بالمغرب وعلى هذا الاقليم. حنا الرساله ديالنا حنا نحث على الصناع والصانعات انهم باش يتسجلوا في الحمايه الاجتماعيه لان هي هذه الحمايه غتحل لهم مشاكل صحيه ديالهم وديال وليداتهم وغتضمن لهم المستقبل ديالهم وكذلك السجل الوطني اللي غيضمن لهم الممارسه ديال المهنه ديالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في مدينه الشاون كان عندنا واحد اللقاء اللي انضماتوا الغرفه الصناعه التقليديه اللي حضروا فيه الصناع التقليديين ديال هذا الاقليم ديال الشفشاون وتراسوا السيد رئيس الصناعه التقليديه وكحنا كممثلين ديال الضمان الاجتماعي شرحنا للاخوان الصناع التقليديين امتى غادي تفتح لهم التغطيه الصحيه في هذا المشروع الملكي ديال تعميم التغطيه الصحيه وتعميم الحمايه الاجتماعيه. شرحنا لهم كيفيه ديال التسجيل ان التسجيل تيتم عبر تبادل المعلومات ما بين هيئه الاتصال يعني وزاره السياحه والصناعه التقليديه وشرحنا لهم كيفاش الطريقه باش يسجلوا العائله ديالهم عبر تطبيق ماسينيسيس او عبر مكاتب القرب اللي تم ابرام اتفاقيه ديال ما بينهم وبين الضمان الاجتماعي مكاتب القرب المعتمده وكيفيه الاداء عن طريق الاقتطاع عن بعد او عن طريق يقدروا يؤديوا الواجب الانخراط ديالهم في مكاتب القرب. وكما جات في المداخله ديالي الناس الحضور اللي كانوا المديريه الاقليميه والغرفه الصناعيه والناس الضمان الاجتماعي لاي واحد عنده بطاقه مقاول ذاتي خصو يديكلاري كل اربعه اشهر ولا يديكلاري مقاول ذاتي كيديكلاري في اربعه اشهر في العام حسن ما حتى يدوز عليه واحد العامين وكيجبر عليه واحد المبلغ اللي كبير بزاف 3000 ولا 4000 درهم. وكما كنعرفوا في هذا الوقت اللي فات الكورونا راه دقدق الصانع التقليدي باش يجبر عليه هذا المبلغ كامل راه صعيب بزاف وشكرا.